انا ميولي الرياضيه جميل، هلالامي واليوم يبقى نكهر لك طيب. اقول هرك. زي ما ذكرت سابقا بقول الف مبروك لفريق المريخ الاحمر الوهاج، وهارلك لفريقنا الهلال سيد البلد. فالمباراه اليوم كانت مباراه كبيره وبمعنى الكلمه، طبعا هي مباراه هلال مريخ زي ما تفضل الاخ مصعب، هي مباراه قمه، هي ديربي، هي الكره السودانيه، هي كلاسيكو الكره السودانيه. فالجمهور دائما بيكون متشوق وعلى هبه الاستعداد لاستقبال مباراه بهذا الحجم. المباراه في صوره عامه كانت مباراه تكتيكيه جميله وحلوه، والف مبروك للمريخ ونص الشعب السوداني الباقي الهلالي بيقول له هارلك، والجاي ان شاء الله يكون اقدم احلى ان شاء الله يا رب. جميل استاذ عبد الرحيم، طبعا الامين العام، اول الامين المالي لجمعيه الصحفيين السودانيين، رجل معروف على مستوى المهاجر وفي الخدمة وفي